المحور الرئيسي هو التكوين المستمر بالنسبة للطبيب العام، وبغينا تكون عندنا توصيات على الصعيد المغاربي. احنا تنعرفوا بأنه التكوين المستمر فهو مهم جميع الميادين، وأكد على هذا الجانب صاحب الجلالة نصر الله، ولكن مهم أكثر في ميدان الطب، حقاش نعرفوا بأنه كاين تطور مستمر في العلاج وفي التشخيص ديال الأمراض. إذن خص الطبيب يكون مساير هذه التطورات باش يمكن يؤدي أحسن تشخيص وأحسن علاج للمرضى ديالو. إذن تكوين الدور ديالو مهم وما تيحبش، ما حد الطبيب تيعمل ما حدو أنه خص يكون طوير لحقاش الأمور تتطور. أن نعطيو إلى خدينا على سبيل المثال، فكاينين بعض الآلات اللي داروا بحال البيتسكان بحال هذاك اللي ما كانش. إذن الواحد خصو يتبع هاد التطور باش يمكن يعرف أش وقع، وكذلك التطور في بعض الأمراض وتشخيص بعض الأمراض. لحقاش تجارب تتوقع في بلدان خص يكون عندك أش دار. مثلا موضوع دابا اللي مهم هو لي ريزيستونس ديال لي زونتيبيوتيك، وحنا تنعرفوا بانه اليوم حتى في العشر سنين اللي جايه ما يمكنش يكون عندنا شي مضاد المضاد انتيبيوتيك اللي غادي يمكن لينا نصنعوه. اذا خصنا نحافظوا على هذا الشيء اللي عندنا في التطور. اذا اخترنا هاد جوج ديال المحاور الرئيسيه الاهميه ديالهم باش يكون عندنا توصيات اللي يمكن كيفاش غادي يكون هذا التكوين المستمر في المغرب اللي تنعرفوا بانه تتسهر عليه وزاره الصحه، ولكن بمعيه الهيئه الوطنيه للطبيبات والاطباء وبمعيه الجمعيات العالمه وبمعيه كذلك الجامعات. وحنا راك شفتوا بانه الحمد لله الاطباء عندهم واحد التكوين عالي، راه شفتوا الجائزه اللي حصلوا عليها للطلبه ديال وجده. اذا ما يمكن لنا نكونوا فخورين بالتكوين ديال الاطباء ديالنا في المغرب. اذا خصنا دائما نسعوا باش التكوين يكون في المرحله ديال الجامعه، وايضا في المرحله من بعد الواحد ما يحصل على الدكتوراه ديالو.